السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يعني بعد ما تركت الفيديو رحت صليت العصر الحمد لله رب العالمين، رجعت فكرت بالموضوع. طيب لما يكون هو بده يروح على اللان 58 اللي بتربط ما بين الفاير وول 1 وفاير وول 2، وين راح يروح؟ راح يروح على الاي بي سيك، والاي بي سكيور راح تروح مباشرة على هاي الشبكة، يعني مش راح يمر بالديفولت جيت واي اللي هو الفاير وول. لازم يكون في بيناتهم وان هوب، يعني لازم يمر عن طريق الفاير وول واحد كل الترافيك، لانه اصلا ما في طريق غير عن طريق الفاير وول واحد. بهاي الحاله يعني احنا هيك بنكون في صار عندنا مشكله، صار في عندنا زي كانك انت بدك تروح تمر بشبكه معينه، بعدين انت بتكتشف انه ما بتقدرش تمر بهاي الشبكه. ف طبعا الحل انك تعمل التالي، انك تيجي طبعا راح تفشل هاي، لكن مثلا لو جينا هون حكينا 58 252، لا 58 100 اللي هو الوان اي بي ادرس، فصار عندنا كونكتيفيتي. يعني لو نرجع للرسمة تبعتنا، انا صرت اقدر من هون اعمل بينج لهون مرة ثانية وبشكل سليم. بس الشيء الجميل ايش هو؟ الشيء الجميل او الشيء الجديد انه انت بتقدر تيجي من اللان تعمل بينج يعني من اللان سورس. انا زمان كنت حاط على الديفولت، حطيت من اللان سورس اللي هو 192.168.61، فالراوتر بالجهة المقابلة ما بيعرف مين هذا الشخص اللي هو 61. ليش؟ يعني ال 61 اللي هم موجودين هون ما بيعرف مين هم، واللان اي بي ادرس هو واحد من هاي الشبكة، شبكة 61، وبنقدر نعمل بينج ما بصير عندنا مشاكل. طيب يعني معناته بما انه الفاير وول واحد ما بيعرف غير الشبكة 68 و69، ما بيعرف غير 68 لهون 69 لهون، بس هو ما بيعرف انه في هون شبكة 60 ولا بيعرف انه في هون شبكة 61. فاذا انا من هون من اللان بقدر اعمل بينج لهون لهذا الاي بي ادرس، معناته انا عندي يعني ما في عندي مشكلة بالكونكتيفيتي او بالسكيور بالاي بي سيك وكذا. طيب الان بدنا نحكي عن اللاير 2 تنلينج بروتوكول. بالنسبه للاير 2 تنلينج بروتوكول، بلاير 2 تنلينج بروتوكول هون لاير 2 تنلينج بروتوكول بيربط يعني بده يكون طبعا عندك واحد سيرفر، والثانيين هون بالجهه المقابله راح يكونوا عباره عن كلاينتس. بوش بوك زي كانه موجود هون، يعني زي كانك جبت ال يعني هاي لاير 2 تنلينج بروتوكول، زي كانك جبت هذا الجهاز حطيته عندك بالشبكه وعادي بتعطيه دي اتش سي بي وكل شيء، يعني زي مثل اي شيء، لكن مش امن، يعني مش سكيورتي، هو نتوركينج بروتوكول. ف اول شيء بدك تيجي هون، عذرًا مش على هون، نيجي طبعا على السريع بس لاير 2 تنلينج بروتوكول، بدك تيجي تحكي له انيبل لاير 2 تنلينج بروتوكول. طبعا سيرفر ادرس، مين السيرفر ادرس؟ طبعا بدك زي ما انت شايف انه unused، يعني اشي يعني زي كأنك بدك تعمل شبكة جديدة عشان الناس يشبكوا عليها، فانت بتقدر تحكي يعني 192.168.200.1 مثلا، بعدين بتحكي الريموت ادرس رينج. طبعا هون بدك تيجي على الريموت ادرس رينج، طبعا هذا بتقدر تحدده انت، لكن لو قلنا 192.168
.200.0 وجيت على السبنت ماسك طبعا راح نحط 24 يعني هاي بتوسع 256 اي بي ادرس اللي هم 254 254 يعني شخص. تيجي انت هون طبعا معك ل 254 تقدر تحط مثلا 200 وهون الان السيكريت اللي هو يعني الباسورد تبعك يعني تقريبا هو الباسورد هو الباسورد لكن يعني هو مش نسميها هاي انت شايف هون اليوزر راح يكونوا لكن هذا بس باسورد علشان للديفايسز الاجهزه يعني طبعا هون انت بدك تحط ايش الاوثنتيكيشن يعني بتقدر تحط كمان تشاب باب لكن هو تشالنج اوثنتيكيشن بروتوكول باسورد اوثنتيكيشن بروتوكول لا تو واي هاند شيك تشالنج اوثنتيكيشن بروتوكول في مثلا دي ان اس سيرفر اذا في عندك دي ان اس سيرفر يعني بتوقع هاي معظم الامور اللي انت بتحتاجها ان ذا ريموت سبنت اوكي اي ام سوري طيب وذا سيرفر 3 طيب 250 53 ليش لانه سيرفر 3 واحنا عندنا من 0 ل 200 محجوزات للكلاينت للاجهزه يعني فبيقول لي انه السيرفر موجود داخل السبنت اللي انت بدك توزع عليها اي بي ادريسز هاي بالنسبه لموضوع الكونفيجريشن الان بتضيف يوزرز مثلا بدك يعني بتصير تضيف باليوزرز واحد واحد يعني خلينا نحكي بي اف سينس مثلا 1 2 3 4 5 6 او 1 او مثلا اي بي سي 1 2 3 اي بي سي 1 2 3 وخلينا نحكي 192.168.1.200.10 وبتسيف بتسيفه وبتحفظه عندك طبعا بتضيف قدر ما بدك يعني بتقدر تيجي انت هون تضيف سنورت مثلا اي بي سي 1 2 3 اي بي سي 1 2 3 طبعا بتيجي هون بعدين طبعا بتضيف مثلا 11 وهكذا بدك تضلك تضيف بشكل مستمر يعني مش ضروري تضيف كل الكلاينتس اللي عندك لكن انت كل ما بدك تضيف واحد بتضيفه على الكلاينتس بتزوده باليوزر نيم والباسورد او يعني هو بحكي لك اليوزر نيم والباسورد تبعاته وبسجل لك اياهم على ورقه هيك بكون انت يعني عملت لاير 2 تنرنج بروتوكول كونفيجريشن يعني هاي الاعدادات الان بتنتقل للرولز بعد ما تنتقل للرولز ننتقل لاير 2 تنرنج بروتوكول في بي ام طبعا بدك تضيف يعني قانون جديد نحكي له باس مرر اي بي فيرجن 4 من يعني مثلا anything بدك اياه لكن انا بحكي لك انه لاير 2 في بي ام لازم يكون عن طريق داخل جوا اوبن في بي ان او اي بي سيك سورس anything نتركه destination طبعا هون destination بكون عندك مثلا شيء ثاني زي دي ام زي زي مثلا سيرفيس سبنت اشي سيرفر كذا لكن حاليا يعني هاي كل اللي انت بدك تحكي له اياه وهيك بصير عندك layer 2 في بي ان جاهزة طبعا هذا عبارة
هذا يعني اللاير 2 في بي ان والاي بي سيك هم عبارة عن لوجيكال انترفيسز، يعني مش موجودين، لكن هم بيقدروا يسمحوا للوان يعني يمرروا من الوان. لو شفت هون نعمل ايديت، فطبعا هون الانترفيس اي بي سيك بس هو قادر انه يمرر البيانات من الوان من الوايد اريا نتورك. هاي كل الكونفيجريشن اللي بتلزمك ل يعني ل للاير 2 تنك بروتوكول. شكرا لاستماعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.